قصص الصالحين الأبرار المؤمنين. علمنا يا ربنا ما ينفعنا يوم الدين. من قصص الصالحين الأبرار المؤمنين. علمنا يا ربنا ما ينفعنا يوم الدين. علمنا كيف نجيء رحاب الحب وكيف نضيء سماء العلم ولا لنسيء كي نتحلى بخلق الدين. علمنا يا الله شذى الإيثار وطيب صفاء وكيف الزهد وكيف رضا لكي نتحلى بخلق الدين. قصص الصالحين. حمزة بن حبيب. بين الكثير من القصص التي ذكرها التاريخ عن العلماء والعباد والصالحين، تظل بعض القصص خالدة تتعلم منها الأجيال. ومن هذه القصص ما كان يروى عن العابد الزاهد حافظ القرآن ومحفظه حمزة بن حبيب. كان حمزة من قراء الكوفة المشاهير، يجتمع له حفاظ القرآن ليأخذوا عنه أحكام التلاوة. وكانت الكوفة في ذلك الوقت تمتلئ بحلقات العلم وبالعلماء. فالمدبرات أمرا. جزاك الله خيرا يا شيخ حمزة، لقد صرت بفضل الله ثم بفضلك حافظا لكتاب الله ومتقنا لقراءته. الحمد لله أن جعلني سببا في ذلك. تفضل يا شيخ حمزة. ما هذا يا جرير؟ هذا مقابل بسيط لما قدمته لي من خدمة جليلة. مال؟ نعم. أتريد مني أن أخذ أجرا على تعليمك القرآن؟ وما المشكلة في هذا؟ لا أقبل بهذا أبدا. ولكن الكثير من معلمي القرآن يأخذون أجراً مقابل تعليمهم القرآن للآخرين. هم أحرار فيما يفعلون، وأنا لا أنكر عليهم هذا، ولكنني لا أفعل يا ولدي، إنما أقوم بهذا راجياً وجه الله عز وجل، ومبتغياً ثوابه، وساعياً إلى نشر العلم الصحيح بكتاب الله بين الناس، وراجياً الجنة بإذن الله جل وعلا. لن تأخذ المال إذن يا سيدي؟ يا جرير، إن كنت في غنى عن هذا المبلغ فتصدق به يا ولدي، فهناك الكثير من المحتاجين الذين لا يجدون ما ينفقون. بارك الله فيك يا إمام، بارك الله فيك. هكذا كان الإمام حمزة ليس عالما فقط بل زاهدا أيضا، لا تغريه الدنيا ولا تشغل باله أبدا. رغم أن الإمام حمزة كان يعلم القرآن ويمضي أغلب وقته في تعليمه للناس، إلا أنه كان يسعى أيضا في طلب رزقه، فكان رحمه الله يعمل ليوفر لنفسه ما يحتاجه من مال. ها هو سوق حلوان يا إمام. حمدا لله على السلامة. أتريد أن أساعدك في شيء؟ شكرا لك يا بني، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حمدا لله على سلامتك يا شيخنا حمزة. شكرا يا يوسف.
جئت في موعدك ككل عام. هل أحضرت بضاعتك المتميزة؟ ها هي، جرار من الزيت النقي. الحمد لله أنها وصلت من العراق حتى مصر بسلام. وها هو المال يا شيخنا الجليل. أم ترغب كالعادة في شراء بعض الجوز والجبن لتأخذهما معك في طريق عودتك؟ نعم، سأشتري الجبن والجوز لأبيعهما في الكوفة عندما أعود. إذن يتبقى لك هذا المبلغ، وسأحضر لك بما تبقى ما طلبت. ولكن قد تتأخر البضاعة مدة يومين، فهل يزعجك هذا؟ لا يزعجني مطلقا، ستتحرك القافلة بعد 4 أيام على أي حال. إذن لماذا لا تجالسنا في السوق وتشاركنا التجارة حتى تنطلق القافلة وتعود معها؟ لا، فهناك مكان أفضل سأذهب إليه. أين؟ إلى المسجد، هناك من ينتظرني من طلاب العلم ليقرأوا علي القرآن، وفترة إقامتي بمصر قصيرة، ولذا أريد اغتنام كل لحظة فيها. انطلق على بركة الله يا إمام، وعندما تكون البضاعة جاهزة سأخبرك في الحال. جزاك الله خيرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورغم علم حمزة وورعه لم يكن أبدا يطمئن إلى ذلك، بل كان دائما يستزيد في العبادة والتضرع إلى الله، حتى بعد أن رأى تلك الرؤيا الشهيرة. ماذا بك يا حمزة؟ ما الذي يبكيك؟ يا سليم، رأيت رؤيا البارحة أخافتني. رأيت في منامي كأن القيامة قد قامت وقد دعي بقراء القرآن، فكنت في من حضر، فسمعت قائلا يقول بكلام عذب: لا يدخل عليه إلا من عمل بالقرآن. فتراجعت خطوات إلى الوراء، فقال ذلك الصوت: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الله لبيك. فسمعته يقول: لبيك اللهم لبيك. فقلت مثل ما قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. فأدخلني دارا. بسم الله الرحمن الرحيم. فسمعت فيها أصوات قراءة القرآن، فوقفت خائفا، فسمعت قائلا يقول: لا بأس عليك، ارق واقرأ. فما زلت أقرأ وأرتقي حتى قيل لي: اقرأ من سورة الأنعام. فقرأت الأنعام وأتممتها، ثم قرأت الأعراف، فإذا بي وكأن الله عز وجل يكلمني ولا أرى. فقال لي: من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان. قال: صدقت. ومن أقرأ سليمان؟ قلت: يحيى. قال: صدق يحيى. فما زلت أذكر أسماء من بلغتني عنهم القراءة، حتى وصلت إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: صدقت. ومن أقرأ النبي؟ قلت: جبريل. قال: ومن أقرأ جبريل؟ فسكت. فقال لي: يا حمزة،
قل أنت. قلت لا أجرؤ أن أقول أنت. قال قل أنت. فقلت أنت. قال صدقت يا حمزة، وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن، لا سيما إذا عملوا بالقرآن. يا حمزة، القرآن كلامي، وما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن. أدنو يا حمزة. فدنوت، فأحسست أنني أغطى بعطر لم أعرف مثله أبدا. ثم قال لي لا أفعل هذا بك وحدك، قد فعلت ذلك بنظرائك من فوقك ومن دونك، ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد به غيري. وما خبأت لك يا حمزة عندي أكثر، فأعلم أصحابك بمكاني من حبي لأهل القرآن وفعلي بهم، فهم المصطفون الأخيار. يا حمزة وعزتي وجلالي، لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعت، ولا عينا نظرت. وآخر ما أذكره قوله لي إنه يحفظ القرآن لمن حفظوه، فإذا جاء يوم القيامة رفعهم بكل آية درجة. ما شاء الله. وتبكي بدلا من أن تفرح؟ وكيف لا أبكي؟ من أنا لأرى رؤياك هذه؟ اعتبر أنها مكافأة على ما فعلت في حياتك يا حمزة. بل أعتبرها دافعا لمزيد من العمل والعبادة يا سليم، حتى أثبت أنني أستحقها وأعمل بما سمعته بها. رحم الله الإمام حمزة، ذلك العالم العابد الزاهد الذي استحق ما وصفه به الإمام الشاطبي حين قال وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. رحمه الله. علمنا كيف نجيء رحاب الحب، وكيف نضيء سماء العلم، ولا لنسيء كي نتحلى بخلق الدين. علمنا يا الله شذى الإيثار وطيب صفاء، وكيف الزهد وكيف رضا، لكي نتحلى بخلق الدين. من قصص الصالحين. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن.